صباحكم خير ونور وسرور. صباح صباحكم فناني من هالجو الفناني من هالفير. هيا بقول صباحك بسم الله. يلا بصباح الله خير. هذا صباح الله خير الفير. تو الحين دخل وقت الفير عندهم. وصلينا وعيبنا الله خير والحين ابوينا حملوا الجشرات توكلين على الله سايرين المطار. وان شاء الله نوصل المطار ونتريق ونعيننا الله خير. طيارتنا هذه الساعة 9. الساعة كم محمد طيارتنا؟ 9:30. لكن الطريق جبال الساعة تقريبا. الطريق جبال الساعة على الأقل القانون هذه عندهم الحين انك توصل قبل الإقلاع في الطيران الداخلي بساعتين. فلذلك الحين ابوي سوينا امتثلنا الامر. اي والله ان شاء الله انا من الاساس اسير قبل ما اطير. هنا من الاساس اسير قبل ما اطير الطياره. في حتى في البلادين اللي بدول الخليج قبل ما اطير الطياره بساعتين. فما بالك الحين غربه الادمي حشم غرب تعلق عليه. يعني ما تجلس في المطار تترشى زيد وعبيد. بعد هني ما شيء زيد وعبيد. حتى في الامارات امسات انا ساير مصر وصلت قبل تطير الطيارة يمكن 55 دقيقة. والله ردوني واني حجزت التذكرة لعقبها بالرغم ان تذكرتي غير مسترجعة. هي والله يلا بما الله. السلام عليكم هالرجال. قريبا وصلنا مشارف المطار مطار بريسبن اللي منه بنسير نيوزيلاند. يعني غاية وصلتنا وايد حلوة. يعني عرفتي على الطير الطيارة 3 ساعات وشيء حلو جيتنا. لاحظت يعني ظاهرين ظلمي يوم نظهر ظلام والحين ما شاء الله شمس في كبد السماء. يعني على هالأساس أقول ضروري قبل الطير الطيارة 3 أو 4 ساعات الواحد يشتغل. مطار ترى بتوصل إذا ما توصل ساعتين استخر عمرك تأخر العرب ليش؟ يعني ما في شيء كاره تجلس في المطار أنت وبعد ترمس وتسولف كوفي وعلم وخبر أخير منك تجلس في السكن. يعني مطار لما بساعتين برقعة ولا في سيح ولا في غابة. مطار مسقف لا 9:30 الإقلاع عنهم 9:30 وحين 6:30 نحن واصلين 7:00 أو 8:30 يعني قبل ما تطير طيب 3 ساعات الحين. نحن شيء وايد جميل الحمد لله. وعيال الطريق طايح مرة ما شيء زحمة أبدا. فها شيء توافي جند الله سبحانه وتعالى. فها شيء وايد ممتاز أن توصل قبل الحشر بعشر. شيء وايد جميل. يلا برايكم برايكم داخل المطار. المطار وصلنا ولله الحمد. والدنيا كلها يعني ساحيل يعني كل زين وكل فنان وكل غاوي. يعني وايد حلو موضوع انك تجي قبل تطير طيارة بساعتين 3. حلو وايد فنان وكل زين. يعني اذا انك تجي قبل ما تطير الطيارة مد وايد الموضوع جميل. يعني ما تيلس أربع ما تربع والله تفك عمرك من الصدع والديانة. وحاليا القوانين وايد تشديدات التفتيشات وما أدري شو. فشو اللي هادنك شو اللي ما شيء كالف إنك أنت تجلس تترشى فلان وعلان. ما شاء الله داني واحد ما شاء الله عليه. شوف والله عليكم أطول ما شاء الله عليه. والله متروعتي وخطأ خاطر بسم الله شايل شاطلني خاطف وراي. احترم تقديرهم للون البنفسج. يعني تقديرهم للون البنفسج وايد الترفيه. فلذلك يعني انا حبيت هالبلاد بكل ما املك من قوه. محبهم للبنفسج وهم فوق محبهم للبنفسج. يعني هم فنانين من الاساس. نعم فلذلك شوف وين ما تصير كل البنفسج حاطين ناخذ عليهم وافين هالبلاد. أقول لكم فيه ترى قوانين تربط في الطيران. حب المساوق الشناطل وايدة
والوزن ترى يطلع وايد وزن، فاللي بيسافر مفروض أن يشيك على كم قطعة، يشيك مع الطيران كم قطعة مفروض إذا عنده بزنس ولا أكونومي ولا فيرست، ضروري يشيك مع الطيران كم مسموح له في الطيران الداخلي والطيران الدولي، يعني اللي بيطير من مدينة لمدينة في استراليا، اللي بيطير من الطيران الدولي لين بلاده كم مسموح له، حد منهم مسموح له كذا وحد كذا، وايد هي يعني القوانين. فكل إنسان يبي يسافر مثل ما بيعرف يحجز حق عمره يشيك أبويه بعد عن الشنط وعن الوزن وكم مسموح له يشل وكم مسموح له ما يشل، وشو اللي لازم، مبالغ مش بسيطة، يعني تقول في خطر كريتين صغيروني ولا شنيطة صغيروني، شنيطة صغيروني بتدفع عليها رقم وايد كبير، يعني المبلغ وايد كبير اللي بيندفع حق هالشنيطة، يعني على مثل ما قالوا أخرى ما يسوى شراء، أخرى ما يسوى شراء، يعني بتدفع لك $400 حق قطعة شنطة سامان فيها $20 حرام، تعقه كشرة ولا تأخذه وياك طيارة وهو تبذل عليها الرقم الكبير يعني. فلذلك اللي بيصير حبي يصير ويمحن عمره في المطار يتوحق، لا قبل شيء وبعده يشيك ويا الطيران في أي بلد تكون، حب اللي كل بلد لها قوانينها وكل شركة الطيران لها قوانينها، فمفروض أنك أنت قبل ما تسافر تشيك وتعرف الليلة كل عليك شو مسموح لك شو ما مسموح، شيء بعد شركات الطيران شيء من التذاكر يوم بعد. أنا العام كنت في بانكوك نوع من التذاكر ممنوع تركب الطيارة وانت لابس شورت، تخيل يعني شيء من التذاكر وانت لابس هافها لين الركبة ممنوع تلبسه، ترى شيء من نوع التذاكر هاي قوانينهم، لأنك أنت يوم خدت تذكرة مش ذنبهم أنك أنت ما تسأل، لا لازم تسأل ليش التذكرة هاي جيمتها هالكذب، هاي تنحدر تحت قانون انك لازم تكون لابس، ما بلابس شورت انت التذكرة هذه اللي ما اخذنها، لازم تكون لابس بنطلون، حد منهم والله نحن لابسين شورت نحن ما ندري، تم ابوي بشورتك بالمطار اصل بيطير طيور برزاقها وانت بعك ابوي ما لقط حد يعطيك شيء تلبسه، فكل شيء واضح يعني. حسب انا حاتي انه يكون شال هلك ولا شيء ولا حد من فريجك، كأنك تتوهق في المطار ما بك انك تفتش عمرك من لوحة له، لا بك اللوحقة هذه في المطار روحها مصيبة، انك قدامك خلق الله وراك خلق الله وتجلس تترشف لان خطفوا ما بيخطفونك، لان التذكرة مكتوب عليها قانون التذكرة ليه انت قاعد انا ممنوع تلبس شورت، لأن التذاكر هذه مال يسمونها ستاف تيكت مالت مضيفين، والمضيف هذا مثلا يحق له أن يقطع تذكرة حق 3-4 أشخاص بالسنة بسعر معين، لكن شريطة شو؟ شريطة أنك أنت تكون لابس بنطلون أو لابس كندورة مش لابس شورت، فكذا شخصية أو كذا شخص أنا شفتهم في مطارات خارج الدولة والله إنه ما خلوهم يركبون الطيارة وإنهم ردوهم والسب اللي لابسين شورت، وحد منهم اشتروا يعني حد منهم خذوا لهم لبس من المطار، وحد منهم والله عزم يحتشون شناطهم في الكاونتر على الكاونتر ويظهروا لهم لبس قدام العالم، كم هروح يسوى له ساوي هالموقف فضيحة، تتفسق هي تتلبس قدام يا الله وعالمه اروح امصيده. يلا بس عاد عليكم المطار من داخل من عقب الجوازات اكثر من رائع، واشياءهم جميله دوتي فري اشياء حلوه وكل شيء عندهم فنان وقاوي، هذا المطار الدولي مالهم الحين، هذا الدولي اللي امنه وبنسير هاي البلاد الحين خبرتكم عنها، ومعاملتهم في الجوازات سبحانك يا رب ابتسامة تسبق اللقاء، قبل ما تقرب الضابط ولا قرب اللي بيخلصك الجوازات ابتسامة يعني بزير يومين
تحس اني راح احبك روحه، يعني طريقه ترحيبهم ما شاء الله محترمه وناس راقين هالبلاد، يعني جزاهم الله خير ما يخسري فيهم، يعني شو جنسهم بلادهم نحبهم دينهم يا خير ناس زيني. لا والله وسلم عليكم الشباب هذه ها مال مديمة عادة يحافظ على مديماهم عادة مديماهم بالوصف مديمة ومكوارة كل عندهم أبوي تحررون انتوا. فأقولكم معاملتهم لطيفة لطيفة بدون قياس تبارك الرحمن يحافظ على عالم الإمارات طعوينها متفيزة في نص المطار شفتوا؟ لا وين ها شفتوا؟ ها إيه علي يسقى يا علي يسقى يوم بندور في خنة مودة أن أبوي جدا البلاد الله كريم ماشي باجي هو موضوع إنه ماشي باجي موضوع الحنين تحن لبلادك يا الإنسان تحن مهما تسير ومهما وين ما بتسير لازم يضربك الوله الوله ما هاي حشوف مرحبا مرحبا طيارة الإمارات هلا 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 ماني حافظ عليها حتى قالت لي أقول لك أي شيء في بوية ريحة البلاد يا أبوك تحس له عبق روحه له عبق ولا نوخة ولا ريحة غير نمونها أي شيء في ريحة البلاد عمار عمار يا الإمارات اللهم احفظها من بلد أدم عليها نعمة الأمن والأمان. أقولك إن اللي ممكن يوم وقت الظهرة بتظهر بترد البلاد خلي مبيزات أبوي عندك ترى المطار أبوي كل شيء فيها اللعب كل شيء فيها اللعب نعم تقول ما قلت لكن خلاص تمتحنن وين بني بيزات لا خلي شوية بيزات في رصيدكن حق ترومن يعني تاخذن شيء ولا شياته تصرف ما وراكن دوك نتي المطار تشوفن هالاشياء شو بيتم عندكن يعني شو بتسوي قلت لما تنقهرن لا لازم يتدخر شوية بينسا وحسب يروم يشتري شيء يعني شيء يشوفه يعيبه ولا شياته يروم ياخذ جميع المطاعم خل انت المشاهد المطاعم الدنيا والدين كم بتاكل كم بتصرف هذا ابو ريوق انا ريوق المطار ما شيء عاد البطره اللي كل يوم هاي اللي كل من كل ما تشتهي الناس وتتشرط على الويتر ويجيب لي تي وخلط لي هالنمونه وسوي لي هالكيت وتعلي لي هالكيت هي. لا ابوي ما شيء هذا هو هذا حمدون وهذه خلاطينه يعني تبى هذا موجود ما تبى دور لك دار غير هالدار فهذا ابوي حبتين المشروم ويا السبانج والبيضتين المطبوخات هاي شو اسمه عيسى بوتش هذا بوتش هذا مالي انا بوتش بوتش بلي الدهن فخونه يا غير براون بريد ما عندهم الا الوايف فبتعوض من اللي ما لقيته لا حول ولا قوه يلا شكرا يقولون ان ليش يعني كل يوم انا باكل هذا فطر كل يوم اكل هذا فطر كل يوم اكل من هذا هذا ابوي هو الاسبانج عباره كانك ماكل ورش حوار كميه البروتين اللي في الفطر كانك ماكل ورش حوار اخير ما يكون هي نعم ولذيذ طعمه فنان وقوي حط عليه شويه فلفل اسود ومليحه ويغدي فنان وزين يعني فنان يعني مرات كأنك تاكل محلة زايد لا يعني زين لكن مفيد فوايد وايدة 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 يلا شو ما شاء الله الطياير هاي ابوي في ديل هذه في ديل هذه ها وحده ورا الثانيه ها هناك غير طروق قاعد وحده ورا الثانيه شتشوت
شتشوت ذكرني الأول يوم نتوح للصافي. هذه في ظهر هذه في كل عين صافية إيه على الله يحفظك يا هلال بن محمد. صيح اذنيك يا هلال بن محمد ذكرتني بالغزل أبدل الصافي في ذيل الصافي. مشتات يستوي يوم يشوف المشتات الغزل وانه مسوي لها صليج قال ابشر يا ابو محمد ابشر وتنوم اسحلي لك يا ابو محمد. على الله ان شاء الله يلاج بينا على خير ناخذ هاي عاد ما اصبر عنه ولا القط الدوره منه القط الدوره من ثيابه لا هو ولا مرزوق ولا كل طائفه تبي على الله يحفظهم ضمن هدومه. حديث العشره ولا حديث الصداقه والربعه كلنا وشربنا سرنا بينا من يوم نحن يا خال ايام المرسلس الحمر عند الله الثمانينات يا زين من وقت قبل البنيان وقبل هدف له ايام الاول خيام وصنادج. اللهم لك الحمد الحين رب العالمين غير من حالنا. اللهم لك الحمد من عقب هاي الصنادج وهاي الحاله. لكن بخبركم هاك الايام يوم الصنادج روحة الصنادج الهنوخه وطعم والخيمه في نص هاي الصنادج ازين من وقت. الله يرحم شيف فاطمه بنت هلال امد روحك الجنه دام العيال كلهم تحت في طرف الساحه كلهم يتيامعون شواب عيال هم وعيالهم واحفادهم يا زين من وقت والسائر والياب وهوته والله اللي ما توني على كل من حذر حد لق ماخذ السلك شوي اقول لكم قربها هذه وراح نشوف اكثرها قالنا حد يطير وحد يوجه حد يطير شوف اكثرها ما شاء الله شرات مطار هيترو. اقول لكم سلك بنت هلال فاطمه بنت هلال امهم يده تقوم مرزوق وهلال الله يغفر لها من حد يتبادل دخل عليها سيده لو دل توهم لقمه حقي انا الحين مثلا يا حد وراي بدقيقتين لقمه وغيرها السحاب عند الله علينا
شفنا بحار، لا شفنا يبل، لا شفنا شيء، لا همك الله لا هم يحزن. سبحانك يا رب. لا كيف طرت علي حياة فاطمة بنت هلال؟ كيف طرت علي بنت الهادومة وأنا فوق الجو بين الأرض والسماء؟ لا إله إلا الله. وهي متوفية حول أكثر من 15-17 سنة هي متوفت على الجنة، هي أو من 15 تقريبا. كيف طرت علي؟ تدري بني آدم الإنسان يطرق عليه ليصير قبله، فيقول لك يعني آدمي يعني أنا من نوع اللي يطرق علي حتى لو قراسمة. فأتذكر من أجبل عليها أنا لو غيري، أول ما تجبل عليها هي عاد هي عمود الخيمة كانت البيت بكبرة، العيار ريايين شواب بالحاهم، ما حد ذكرت ولا حد لكلمة. هي المامر الناهية عليهم على عيالهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم على حريمهم، يعني الله يغفر لها. وهي الكل في الكل كانت، يعني الله يحرم عظامها من لهيب جهنم. نعم إنها كانت الكل في الكل، هي ليه ترجع، هي ليه تامر وليه تنهي. نعم أقول من العوايد اللي أنا شفتها عندها، عوايدها إن الأدب من يجبل عليها حد سيدة سقرت البشكارة، بينها وبين البشكارة يمكن أقل من 10 أمتار المسافة، المطبخ تحضيري هاي الساعة الفوالة طايحة خل، يا غير ضروري هذاك الساعة هاي الساعة تصدر وامرها نجم الدلة تقمة والدلة يا أبو المدخل. دقيقتين تي كثر مرمست وياكم دغر فلان لفلاني ولا فلانة نفس الشيء، جدرة والدلة هذه اللي مسواي حق خالد ولقمة ودلة من يد ويديد توها عيال ما كملت حتى 3 دقائق. على هالمنوال كل من حد يجي تسوى تتلقم دلة من يد ويديد، تتلقم دلة من يد ويديد. أقولكم أبدا وعيد بن سيفي على الله يطول بعمره ولدها أصغر العيال عاد الأولاد هذا اللي دوم أصورها سير أنا عندهم البحر، عمك انت يا هلال بن محمد وعم رزوق إنه خداية يعني الله يحفظكم. هيلا بيس صبح ومساء وين ساير يا ابو ناصر؟ ساير الكبرة. وين جاي؟ جاي من البلاد. ساير البلاد جاي البلاد. هيلا بيس كل يوم اللي جاي بقطمة قهوة ومودي قطمة قهوة كل يوم الشهر 30 ليلة. اكثر بيت في الدنيا العود اظني يستهلك قهوة هو بيتهم بيتهم الهادومة، اكثر بيت في الدنيا العود. ما اعتقد في بيت هالنمون يستكبر. فاقولكم اكثر بيت في جنتي ابو ظبي او بحياتي يعني ما شفت انا بيت لا من التيار ولا من العشيريه يتهلكون قهوه كثر بيتكم حياه فاطمه بنت هلال. اقولكم كل اسبوع قطمه وقطمتين، قطمه وقطمتين، ما ياخذون الا القهوه الطيبه بعد، ما ياخذون القهوه العاديه. يصير عيد بن سيفي على الله يطول بعمره لين دكان حياة عبد الخالق. نعم وياخذ ابو من دكان حياة عبد الخالق القهوة السيلان، القهوة السيلان الخضراء طويلة طول الرايبة حبتها وريحتها وهي نية تضرب في خمرة الراس، ما بالك من تنحمس. ما يحمسونهن بعد في المطاحن، لا البيوت تحمس القهاوي اللحينة، القهاوي تحمس يحمسونهن في الليل المحمصة وما غير محمصة ولا الأول. من استوت الدنيا كل من استوت الدنيا ما تحمس القهوة إلا في البيوت، والحينة ودوها المحمصة ويبوها من المحمصة كل شهر ودوا بيومي ويومتين. وهيلا بيس أبوي المحمصة ولا الأول ما تحمس، تلقى طبوية تنسف القهوة وتنحمس وريحتها تغدي تشدخ بين البيوت، البيت اللي في أول البريج يروح بيته البيت اللي حامسين قهوة اليوم، يقول والله بيت الفلانيين يا أبوي ولدهم من السوق جايبين قطمة قهوة وما تروحون القهوة توها تحمس بيتكم، ريحتها تشدخ في كل أطراف الحارة. سبحانك يا رب. روحي والله إني استعيرت من عمري. سبحانك يا رب كيف طرت علي وين بين السماء والأرض؟ طرى علي والله المدخن اللي عجور وكسرة العودة أبوي اللي تنحط
يعني اذا ما شيت مش اقل عن طول الشف جسره العود اللي تنحط ومداخنها على الجنه كل مداخنها شحيات مداخن امهات العرق امهات عروتين ما بيجيك المدخن بعروتين وتسيره العود كبر الرايبه الله بالمستعان لا ايه الجنه ونعيمها انها اقول لك جسره العود تظهر من اطراف المدخن من براطمه براطم المدخن تظهر تبين جسرة العودة وتطبخ العودة يا غير الله يغفر لها يطرح البركة إن شاء الله في عيال عيالها وعيال عيالها ويرحم إن شاء الله أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين وما القراد بعد يعتدري شتي من خارج مقنظفة هو مفروض أعتقد قبل ما تطير طيارة قبل ما تطلق يغسلونها أظن اليوم استعيلة وهي مصباح الله خير طايرين يوم الحين نطير توه العرب تقول بسم الله ولا إله إلا الله توه العرب تذكر الله طاروا منها أسجيها ما هو حالهم حتى يغسلونها طيارتهم أقولكم أعلنوا أن الطيارة حين تمشي دقائق بنوصل على عجيب وين اللار عجيب المفروض يكون شيء مدى يعني بين السحاب والأرض فتش أنت تنزل من السحاب لين تنزل جدل الأرض وتبين تبان الأرض يعني يعني مسافة يعني 10 دقائق طيران تقريبا ولا ربع ساعة حين نحن باقي دقيقتين ثلاث بننزل بعدها ما بانت الأرض معقول يعني يعني السحاب مرة وايد قريب عندهم على حسب شي بلادهم كلها باردة هذه بقول لك آخر الدنيا ترى هذه آخر الدنيا والله العظيم البلاد هاي بلاد آخر الدنيا يعني يوم يقول لك سايرين وين ابليس نضيع عياله هذا أبوي وين ابليس نضيع عياله الخبر ترى أكيد شيء مكان لازم يسيرون للعرب اللي يسير قال لي عند الكرسي كونه ان شاء الله خيبة اللي وراي والله ما هيئ تسيبني هو اللي دفر الكرسي اقول لك الحين انا فين الصغير الحين اقول لكم يقول لك يوم بتوصل هالبلاد لازم انك تسير في موقع عندهم يبعد عن عين الماء يبعد تقريبا نص ساعه بهليكوبتر هذا كلها تعنى المكان هذا تعنى له هذاك كان بجله ولا وقت الغروب ما ادري شو ولا التصوير وان المكان هذاك هو نقطه ارتكاز الكره الارضيه هم وين الحين سايرين وين هاي البلاد وين يبعد عن البنيان وعين البول الاسواق مال الاسواق يعني يبعد تقريبا 50 دقيقه سحاب غليظ وليه هاي الاشارات الفشي فوق اللي كنت ارمسكم عليه والغليظ تحت أظني هذه يسمونها السحب الركامية الركاميات تحت والفشيات فوق عند الركاميات هم الأخبار يطلون مثلا الأخبار يطرون الركاميات أظني هذه يطرون الركاميات اللي تحت هاي الغلابة والفشيات هاي روح البحر المهلسل في شارات الفشي أوه شارات يقولك والله فلان شارات الفشي يعني قرقعان صيف هاي اللي فوق هو قرقعان صيف ولا اللي تحت ابوي هذا هو اللي فيه الامطار وفي الخيرات سبحانك يا رب انا جي هذا تخميني روحي يعني ما بمال تلفون ولا بمال قراءه او كتاب لا روحي يعني انا روحي يعني من واثقي استنتاجي روحي يعني كثيركم ها ظهر البحر وظهر الليبان ذاك طبعا اكيد محيط هاليبال معالي هالسود هذاك اكيد انه محيط يا الله ترى وينه طاير لنا في جب السماء مره فوق ساير ابويا فنان بلادنا ظلمتم وحده يعني تحت شو الفنان يعني البحر واضح انا حيلي تحت ظلمه يبال سود يبالهم سود
هي من زود الخبرة شنة. هي الأول شيء نخل نخل في فلي العوفي. نخل هذا على الله يغفر له الشيخ حياة الشيخ محمد بن خليفة. زين حياة محمد بن خليفة نخلهم من غلظها اللي يدخل داخل ما حد يشوفه من غلظ النخل. موجود النخل لنا الحين تعرفون شو اسمها؟ اسمها البطرانة. اسم النخل البطرانة. ما أدري كم كيلو في كم كيلو من أكبر المزارع اللي موجودة هناك. ما يزيد عليها أظني إلا يمكن مزارع السلطان قابوس الله يطول بعمره في الحجم. هي النخل قديمة يعني من متى؟ من أول ما حكم السلطان يعني هالنخل. بعد يعني ما استوى ما ظهر بيكون البترول ولا شياته. حافظ شوف اليبال وهران هذا حبيبي وحطني وسط الجبال. الجبال السود بيكون يطريها اليبال هذه اللي خطفنا عنها. ايوه تحيدوا الأغنية مال ابو بكر سالم كفاه الله ليعدى ولا سلم. عبر يمشي وسيفه العرب مسلول مسلول اظني. حبيبي حطني وسط الجبال الجبال السود. اي والله اي والله كل جبال السود هاي اليبال البيضاء. شوف يا سلام على اليبال. سبحانك يا رب اللهم لك الحمد وصلتنا هالدار. وصلتنا دارا لكن شفناها ولا يوم من ايام الله قلت في خاطري اني بوصل هالبلاد. لا اله الا الله. هاي ابوي بلاد الواقع الواقع أظني هاي هي بلاد الواقع الواقع. إيه والله يا سلام سيدي يا طب المستعان قطرة الشرعيات. لا إله إلا الله. يا هم وديان يا هي باد يا هي مياه يا هي أنهار. هذا يقول لك وين القطب الشمالي ما ادري القطب الجنوبي متجمد جنة. هذا اني عيشي وهذا بعد شيء بعد شيء اقطب عندي اقطب مكان الحين فيه حاليا. هذا اقطب بقعة في الارض تحرم ما بقطب بقعة حرام لانها اقطب بقعة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ابدا صحو تامي صحو تامي صحو تامي. يا سلام سلم هاي بقولك صحو تامي هذا صحو تامي. احتشرت عاد ليبال الحين احتشرت ليبال كلها بيضتم وحدة. والله سارين يتزلقون على الجليد. طايه علما من جليد انا يعني والله لو يعطوني بدل حرام لو بيطول عمري. ما يمارس الرياضة ثلجية امارس والله يا ابو خريلة للضيحة ويها تضربهن التواليد هني فوق هاليبال صدق والله لو يعطوني مليارات ملايين ما شيء مستوي صفقوا على حين. يا ربي انا ضايع فطوش ما ادري شو عندهم شيء صفقوا على شو عبد الرحمن ليش صفقوا بعد انت ما تعرف ايه على هالقلب من دنياها ولا ترجمونها شو يا ربي. ابو محمد انت الحين اكيد ما فهمت شو قال ولا فهمت؟ لا فهمت؟ ايه شو قال؟ الحرمه تقول في اربعه من الامارات موجودين على الطياره ويانا. ايه فيوم عرفوا نحن من الامارات صفقوا لنا. يا رجال صف علينا نشادين عنا. ايه كسرين الصف الله ولم تحلم. سمونا في وسط الصفافير في سوق الصفافير ضايعه ودرابنا الله ولا أحد امتحن. طيارة أبوي ممزورة لين عينها أوادم ولا أحد يدري كنت من وين. شوف بعد حبيب يبال هاي غير نمون بالنيات
حبيبال. الحين حبيبال غير نمونه بعد رنك غير لون قهواتي. لون القهواتي هذا لون قهواتي. اي والله لون قهواتي. شو هاك البنيان والوادي تحت بنيها وادي مطلعين كشته. ها بيوت اظني ساكنين في هالمكان الجماعه هذه هاي سكنتهم. طلبوا الشيوخ ما قصروا. أنا بقعت معتزلة عن العرب. نحن أبوي ناس لنا عادات وتقاليد روحنا ما نبي حد أبوي يشاركنا في هوانا. الشيوخ ما قصروا قالوا يوم لمكان بعيد وتبوي ما تبون الطويل ولا تبون قرب العرب مالكم طيب مشوا وقزوا له من هناك الدال النهر هاك وين ما يدري يبين له لا تونا صوت لك ببيتهم ثلاث بويتات صغار واحد من الطرفاني بيتها ظنيه بيت حرمة ولدهم بونها ساكن وياهم في البيت عزمت تضارب ويا عمتك اليوم نشا ابوي عزوها عن البيت اتى ابوي افتكيت ولا منش من حشرتك العمه ماذا نسره كلت شبت لبنيه زين انت يوم ما بهاي هاين عليك وليتك فيها وزينه تجلسين تناشبينها عليك خلاص تجوزتي ايش تبين تتدخل في حياته تسوي لها جيبت لها شو شليت عنها شو عطيتها يننت قالت ابوي مالي الا عزل عمري البنيه واعتزلت وبنت عالي البيت صنيتها صغيرونه شفتوها بعد حتى كنديشن ما بحاطين ما يبون كنديشن شو يبون الكنديشن كنديشن ما يحتاجون الدنيا ابوي ما شاء الله على ما تشوفون ما في الحاضر مدح ما ادي لهم بس واير مال كهرباء ليت واحد ليت والسخان يوم كل يوم تقطع الماء عنهم هي عمتها نسرة اسمها جنيت جنيت يلا بس عليكم تصوير اثر عن شيء تصوير ما شيء يا سلام سلام والله عليكم هالنهار وين ما بتغدي عندهم انهار بتغدي عندهم انهار وديان شوف وين ما بتغدي انهار لازم بوي بتغدي انهار كان هالثلوج مغطي ابوي روس هاليبال مغطي ليبال بكبرها هبل روسه يحافظ هذه مزرعة جت اكيد انها مزرعة جت شفتوها مزرعة جت مالت ورثة هاي تراها مالت ورثة بالضربة نش عاد العود خد ابوي جسم الصغاري اشترى بعطام جيمة زين بعد زبنت الفنانة غير جت اللي عندهم الله يسلمهم جديد من سنتين ثلاث ترى جت ابوي من تبذره يعيش 15 سنه شيء 12 شيء 10 على حسب جوده الارض والعنايه وطريقه طريقه اليز يز الجت كيف اليز يوم يقول لك فلان ابوي العمر مبعود جت كل من يزيت نبت ترى عمر مبعود جت كل من يزيت نبت انا بخبركم عن خريري فصحيلونه وانا في الاجواء شو رايكم ابعث عليكم هذا واحد الله يسلمك قال له يقول حق ابوه ابوي متى بتجوزني قال ابوي يوم بيموت الجد قال ان شاء الله بترجع كل من يحول تقوى الجد اكثر عن الحول اللي قبله كل من يا وقت لانه يتقوى اكثر الجد كل من يا ابوي الجد ما مات قال لك انا من يموت الجد هاي الساعه فارق طيب بيجوزك وهو يتحرى الجت يعني مثل المسيبلة ولا مثل أي نوع من الأعشاب يعني ولا مثل الدخن ولا أي شيء كان يعني من يزونه مرة مرتين خلاص ولد فقير عيز صك عمره 23 25 27 والجت أبوي ما طاع يموت نش أبوي سأل خاله قال له خالي أنا جي حين منني أبوي إلا اليوم وباكر اليوم وباكر والجت أبوي ما طاعمه قال أنا بخبرك أنت وش قال تيزل يا الجت قال أبوي أبدأ أقبض الناس أخليهم مساوي الأرض يعني ما كأنه شيء مزروع قال يوم تبقى يوم بتصير تيزه لا تيزه مساوي الأرض رفع الداس يوم بتيز رفع الداس خلي ابوي يخطفن رايبتين تحت
تم العود منه في الأرض في العرج رايتين ويز يز الأولي والثانية بتشوف الخير بيك الخير. إنزين عاد الولد هو اللي قابض نخل يز واليز الأولي واليز الثاني واليز الثالث. ترى اليز جت تقريبا كل 40 يوم أو كل شهر على حسب الموسم. إذا موسم حر بسرعة يتخبل الجت ينشي بسرعة، وإذا براد لا وني شوي شوي. ترى الجت يحب الحرارة فيشب بسرعة. المراد أبدا الشهر الأولي والثاني ضعف الثالث أضعف الرابع أبويا أبدا ولا احترق. قال حق أبوها أبويا متى العرس؟ ترى مات الجت يلا زحب عمرك. وهاي خروفة السماء بين السماء والأرض مرة عاد الموقع ما يخصه في الخروفة نقوله بعد يبو مفروض لو ساير محبة هاعد عليك روح الخروفة حب نيوزيلندا وعد خروفة جد اسمي أنا روحي وحطرت علي وأديت عليكم شفت الجد ذاكر جد عادو أكيد ما بجد بشيرك وصلنا 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 الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام عليكم هل نيوزيلندا كم بالخير الحمد لله على السلام هي حافظ على سيرة مش اشتل مرة ثانية والله يا ابوك انت كان نازل للارض وقسما بالله رد طار مرة ثانية عبد الرحمن طار مرة ثانية كن وصلنا للارض وطار مرة ثانية يمكن ياخذ جولة كشتنا بنا أظني هذا فندق لا. يا سلام. يا حار. وضع عليها من الزاد. هل هو هذا بكون خبلة؟ الحمد لله. هذا مغاوي. كان في ربع الخراب. آخر الدنيا. شوف الصافج. شوف الصافج هذا. كان مرة باجي ثلاثة أربعة أمتار عن ينزل أظني حلق المطار قالوا لي ما شيء مدرج خالي وشيات ردوا فتش فوق هذا أخوين قالوا كنت حد يتكشل سلام جزاه الله خير هالطيار ما قصر هي حافظ لي هالطيار وافي 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 اي نعم ابوي اللي بيتعايز ما يبي يشوف الستوري اللي يشوف حب لازم انا ابوي بصور وعايبني المكان وعايبني المناظر ولا حب كل يوم اي هالبلاد هالشي ابوك بعيد احنا من دار لين دير من البلاد لين البلاد من البلاد لين البلاد كان من بلاد بلاد سكينة وتونا واصلين بعدنا ما وصلنا اصلا وصلنا والله وغير رايي ليش واقلع مرتين ثاني اكيد ان قالوا له انها ما شيء مكان في الرنوي يعني لا هلا ما شوف خيرات الله شوف هالدنيا كلها انهار انهار شوف شوف فوق اللي بل بعدها بعد متكودات برك وياها سبحانك يا رب الله لك شوف حق الحيوان بيكون لي فوق أكيد إن شيء حيوانات فوق يبمه يتعايزه صك اللي تحت هل هذا بحار هذا نهر هذا محيط هذا شو أكيد نهر ومحيط وبحار متخارط هذا لا 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 هذا أظني النهر هذا نهر Quite a short runway points down, and at the moment there's a tailwind on both ends of it. We're going to have a try at the other runway. Hey, Jeffio. مثل ما قلت لكم, الرنوي كان ممزور, وقال بنا we'll try the other runway.
سبحانك يا رب. بيرد استراليا. حشت يا هم الله حش علينا يرد بنا. ردوا وين ما جيتوا. يعني على تكاليف يعني شرات الحين بالشعبيات ولا فلل ولا فرجان محاضر مثل محاضر يعني محاضر اللي هو قطوف القرمدة الماري يعني وانت سايل على هالطريقة يعني محاضر أكيد ترى على فكرة يقولون ليوة وغياثي والربع الخالي كان هالنمونة في السنين الأولية قبل آلاف السنين يعني ويا الجفاف وهذا بعد نفس الشيء هذا حين اللي عندهم هذا كله بيصير خلاف عندنا والله عندنا صدق قاعدين في العرب كلها تقول يعني في التلفزيون في اليوتيوب والأخبار يقولون البلادين لبلادكم ما شو قالوا لقطوا ناب فيل ولقطوا ما أدري شو فيل أبراحة كلها نبويها كان شو هناك فيل وين بيجي فيل لا كانت البلاد أبوي كلها غابات في الأبراهة وين يروم يعيش في الصحراء ما يروم إلا أكيد إن كانت الجزيرة العربية هنمون أنهار وثلوج وديان وسيول وامطار وخير خير خير ما لها أول من تالي لها أول غير ما لتالي ورب العالمين يا رب بعد الله يهديهم بعد نحن جماعة المبهينين حد هينة يا رب يا أهم المحل وحين الحمد لله تعدلت الأمور كيف عدل جاهلية يا رب الحين اللهم لك الحمد اقبضوا الحكم الناس الدينين اللي خايفين من الله يحكمون بعدل الله والإنصاف فلذلك الحمد لله تيل أمطار قيض وشتى وتيل الخيرات وتيل خيرات من حيث لا نحتسب اللهم لك الحمد فتحت أبوي الأبواب أحباجي بس الطقس يعتدل وإن شاء الله نبي يعتدل وينك عن الله ما شيء على الله صعب كن فيكون لحظة ما يباله عباله هاي كسارت سيف بن درويش بذمتكم شيء بلاد حنا مو شيء بلاد في الدنيا العود حنا مو لا إله إلا الله هذا خبرني غير الزبوت عالي شوي ها راحي صار دارت خرائط روسنا يا ابوي بس علينا من هالحواطه بحر فيروزي سلام سلام طق اليبل فيروزي موسم خباط برودة برد كان عند ابوي يضرب وقت برد قر مره زره البرد مره يوم البرد مره القاطع تضرب كان عنده والحين هذا شال كم منقطع شفت روحي شوف عيني ما حد قال لي نعم اللي من فوق شفت شال يمكن 6 7 قطع الكبار يعني امهات 500 متر 6 قطع يعني 3 كيلو بس أكر الخورة هاي كلها واللي ساير واللي جاي كله بتضرب عندك أنا لا ما بطمعين ما عندهم طمع يأخذ أبوي قيس ودامي وبيودم ميرانة بيعطي قوم أمه قوم أمه بعيد بعد فريج هنا قوم أمه ورا اللي بال هاي وقايل حق قوم أمه طرش الدريول بين اللذانين بين المغرب والعشاء من الله رزقني صيد في خير تراني بعطيكم من صيدي عاد أمه بعد روح طماعة عندها خت وخدتها ساكن بعد عالي بيوتهم وقالت لها يوم من يصير ولد ولدها يسمونه فيروز واحد صنديد نعم من يصير ولد وتحصلون دام من يكم لو دام ودمون الله الله فينا لكن إن شاء الله وحين عسار الولد دريول جاي ها ما
بتغدى ما تغدى يلا يلا قبل الغدا قالت له كم 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 ولا كيل ولا ترتاح ولا تستريح الحين تصير بيت خديجة الحين بيجي أبوي فيروز بيجي بلودان قبل ما ترد تخم بالعطية حتى الله يحفظكم بار يتمنيها بالصيد تودمهم يوم تشوف الصيد صيدا فيه خير تقول حق الولد لا والله نسبح السوق أبوي وبيعه أبركلنا يوم هم يبون الصيد يبون لودان خل أبوي يغطون عيونهم في البحر نحن أبوي ما بنشادين الصيد والخسر الديزل والبترول علينا وانت وهي ياسه ابوي ويا عيالها في البراد وانت يا ولدي يا فيروز تكد البحر وتصير تودوا لهم لودان لا 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 هلها مكانها ولا تودي لها اطلع تدوم هذا العام عاد تامة في دنيها تحر بتعود بترد في عامله بترد في سالفة العامية يعني ما تريح خلاص كبرت عاد اخذ هذه ودرت على السوالف هذا مال البخل ما بخل يا الحلال سوالف يلا بس عليكم والله يحط اسبوعي جاي من كثر ما هوس على هاي ما زين هالكويتات ما زين هالسكنة وكل ما اقول بس من التصوير ما اروح شي ابوكم فنان والله الساعة ما بيتغربلون يدورون برايد حق دبشق لا بيدورون برايد ولا شيء ابوي هاي وقف الدنيا ريس ريخ هالدنيا تبارك الرحمن لا يبون برايد ولا يبون سياته هابدا سبحانك يا رب وساعة مرة وصل عدنا عن هالمستوى مرة قرب المدرج المدرج أكثر ما مس حتى لساني جاية وصلنا قرب هالمكان شفتوا كانت تظلها ونشي والله وغير رأي واشتل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر هذا ما كنا له تخيل تخيل بسم الله الرحمن الله العظيم إنه مستن سنة يا الله يا سكر الروح الروح علي ترى ما صدت تراها شوية ما بوايد قلبي قوي الحمد لله يا حافظ على طياري يا حافظ على المقام ها بس يصفقون يعني بنات بس سخنة التصوير ما حد سيفن حد يصور كثرة بس ايه تصوير ابوي بعد التوقيت غلط غير بعد الحين عندهم الحين 3:45 3:45 اكثر عن تيم البلاد اللي كنا فيها هاي جولد كوست 3 ساعات 2 ساعات يزيدن الحين الساعة 3 عندهم في هالبلاد في الامارات يا ربي كيف بعرف رد 8 ساعات بيننا وبينكم 8 نحن الحين في هالبلاد اللي نحن فيها هاي نيوزيلندا الساعة 3 انتوا عندكم 9 اظني 10 11 12 7 إلى 5 الصبح 7 إلى 5 الصبح قول والله هاي الهرم كلمة الصبية سهدرب ما حد سمعني ناس كلها رقوا قول والله يا قميضة الهذربان كله ما حد يسمعه كلكم رقود أكيد رقود الساعة 7 عندكم ترى وأنا يا رب البيت والحرم كان يا رسمي يسأل عمري من هاتش الساعة هذربان تركم أبوي كلكم رقود ما عاد يوم بتنشي وبتسمعون بس عليكم حتى زلت الحين عاد بودنا الدريو جدا الفندق الفندق هنا قريب لبال هاي البيض اللي تشوفونها خطفنا على النهر هذا وروحه منه إليه وقفنا قال أبوي ضروري هذا المكان توقفون هذا الباركن اللي حين وقفنا هذا بمطرنا قال ضروري توقفون هذا ديول منه قال ضروري توقفون هذا المنظر وايد ضروري كل حد يجي هالبلاد لازم يوقف في هالمكان يشوف
كيف رب العالمين مبدع هالمنظر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا زين. لا كني احلم، معقول اني ليكون راقد وحد بيوعيني الحين؟ قميضة لو حد يوعيني واكون راقد يا الفضيحة. الله تلون بأمري. شيء غريب عجيب. اللهم لك الحمد، سبحانك ما تشوفون. ربيعكم موجود ها، اوه صورتكم هالدنيا ها. العرب ابوي كلهم الزربلة، احنا اتمنى جايين ما هو حالنا نبرد. شفتوا فرات اللي يدوخ تشروت. لا فنان سبحانك يا رب. اسميها بلاد، ترى ظهر نهر اقولكم انا يوم فوق، ما اقولكم بحر. شوف الباص مصغرون يبين باص من الكبار، ما ادري كم ادمي كذا. اقولكم ترى نهر، كلها انهار هاي اللي تشوفونها. بوني انا سالته اقول له هذا بحر لو نهر؟ قال لا شرط يعني ما يازله. هذا بحر هذا نهر. فعاد اعتزق، كان بالنيوزيلندي، اعتزى بالنيوزيلندي. ما زين الا بلاد. هذا انا اول ما سالت ابوكم اقول له شو الاطباق المفضله عندكم؟ اللحم ولا السمك وشو عندكم اكثر؟ قال لي الطرف هذا نحن نحب اللحم والطرف الثاني يحبون السمك. قلت له شو اكثر هاي اللي نحن فيها هاي البلاد؟ شوف ورا، شوف البناء الفله هاي السوداء اللي دارها الاسود. كوين هاي وات كول كوينز تاون. This is all Queenstown. هاي المنطقه كلها اسمها كوينز تاون، تابعه لنيوزيلندا. How many person live here? 20,000. 20,000 شخص، اللي 20,000 نسمه سكان كوينز تاون المنطقه هاي. 20,000 نسمه. عند ايسلندا شو اسمها؟ What's the place? What the country? Oh, New Zealand. New Zealand. How many? Yeah, we're in the South Island. All. All. How many person? How in many? New Zealand. 4.5 million. But in this. 20,000. And in the South Island, only 900,000. Yeah. And so most people are in the North Island. MashaAllah. Here only just very few people. Yeah. Yeah, only a few. It's good. And here. Are they rich people or normal? A mixture of people. Like some of the most expensive real estate in the country is here, just over this hill. We're going to drive through there. Where are we going now? They're the very expensive place. Yes, we'll go through the and most And what about expensive. Our hotel? Is it one of the best? There, yes, absolutely. The best hotel? In the top five. Wallah. Definitely. Okay. It's one of the nicest ones around. Thank you very much. Yeah, we are very lucky. And you have a beautiful view as well. Oh, you have a beautiful thank view you. Of the lake. You're right on the lake. Okay. And you come from here, this place? I've been here 30 years, but I'm originally from Kentucky. From where? Kentucky. Kentucky, really? MashaAllah. Yeah. Is it far away, Kentucky, from here? Yeah, it's in the middle of America. America, for Kentucky. Yeah. But my wife is a Kiwi. And my kids are Kiwi. So yeah, I've got three kids, and they're all here too. Okay. Yeah. A boy or girl? Two girls and a boy. MashaAllah. Big or small? Mandy's 29. He's 29. Michelle's 26. And Joshua's 16. I thought you were 29. No. 55. I'm old. 55? 55, yeah. MashaAllah. City of Queenstown, the town center, I should say. And that's our hotel, the white one? Oh no, you're way out there. And that village. Out. You can't see your hotel, it's hidden. It's hidden in the bush. أتوقع هذا تلفريك يمكن.
ما علي منكر. شفتوا هذاك تل فريك هناك، وفوق التل فريك من توصل شيء باراشوت واحد يزخك ويعبد وياك ما فوق. انا ما عندي مشكله، بقول حق الجماعه يحجزوا لي وان شاء الله انه ما علي باس. كان بروم اصور من فوق الدنيا ان شاء الله نبروم، اكيد شيء جميل وما اني ما بفرط به، اكيد اني بسير ان شاء الله اذا الله جعلنا من حي. الدنيا لها تجارب، احنا بنيس 4 ايام. عبارة قرية ما فيها بنايات وبنايات، بنيانها الا دورين وثلاثة جنة. الحين نحن في عين فندق عاد خلاف، احب اصور لكم هذا المدخل في هاينا من جدل يبال. ها خطفنا الريسبشن، وهذه حجرتي. يسدك رقم حجرتي ها وين؟ لا قبل شيء ولا بعد شيء. هاي غرفة ملابس، وهذا دري يودي فوق حق كان حد بيسوي يعني كونكت الدور يعني تواصل ويا ربيعك اللي فوق يعني. انزين هاي حاجه غرفه النوم، هذه غرفه النوم على ما تشوفون، هاي غرفه النوم. انزين هذا يا الله يحفظكم حمام مال غرفه النوم. مره يواجه على النهر على البحيره حطوا لنا شطافات بعد، هو لنا شطافات ولا شطاطيف ولا شو؟ هذا حمامها على ما تشوفون. ايوه عاد مو بيت غطت، بحياتي ما تغطت، اظني ما يندرى كم من سنه. وين الفاقه؟ هذا الشيء الفنان. هاي ابوي حجرك شبريك هذا الحين انت وين تحط راسك يا بنادم؟ وهذا وين الجاب؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وين اتحاكى؟ وين اتحاكى انا اليوم؟ حتى الرقاد ما بيني. بين الرقاد اشوف هالنموذج. وين بيني الرقاد؟ وين بيني الرقاد؟ لما تشوف تظهر غرفة النوم تجيك صالة. بلكون خارج هذا تقريبا مثل اليلسة يعني. ثلاجة صغيرونة العلم ما تشوفون، ما في الحاضر مدح يمين الغواري والدنيا والشبس واللي ولا كل شيء. The five with هذا هنا لما نبيرهم يرقد حرام، لغادي تشني لوح، لغادي تشني حطبة ثلج. ابوي ما شهر عسل، الواحد تو معرس جديد، اظني الفندق هذا يصلح حق معرس جديد ولا لا؟ دمي ابوي لي بيسوي يكون كاد عمر كد البلاء. اي ابوي يرتاح في هالمكان، لا يسمع لا كلمه عويه ولا مستظله، صختن وحده صوخ واحد. والله يا ابوك لو بتباغم ربك لي خال جنك ما حد حق عليك. بعيد عن البلاد نحن تقريبا 3 كيلو. على ما تشوفونه على هالحالة. أروح مرقد وراء هالدريشة. العظيم. يعني هالشيء غرائب هالبنيان. اسمي اللي خطط. ليش ما سوى وايد بعد؟ بيكون بالبلكونة.
أبوي. يا سلام ياهو سجيع. ياهو جو ياهو جو ياهو جو ياهو جو ياهو جو. يا سلام سلم. يا سلام يا سلام. والبنت حامل من العام. يا حافظ يا حفيظ. ما أقدر أشم الشير هذا. حريخت من قدام هالمرة كاشف ترى الحمام شيء الحين شيء مطعم هب مطعم مكمل برجر مال همبرجر المكان الهمبرجر هذا خيب والله اني نزلته ترى دري تبونه ما انتبهت له الحمد لله يوم ما تكوت على وجهي يا سلام سلم هي والله اقولكم والله يا ابوكم الحمام ما ودك تحرج فيه ساكن ما يهون عليك تخرب فيه شيء من كثر ما هو يصالق تحرم القوط بقطنه يا ربي ما انضفه ما زين ما يهون عليك تحرج فيه ابنات الدون يعني قميضة حد يسوي بها شيء الحمام ما ودك تحرج فيه ما تطير به الذباب علينا قميضة يا ابوك والله يا ابوك انها مصيبة المهم اقولكم والله اني توني بغيت اتكون بنسير الله يحفظكم شيء طبيعي صليت وعينت من الله خير وحين بنسير ودي اصور الحين عم بستعيدين 200 مليون هذا بروح المدخل ماله شيء شو بقول لكم شيء تول ابوي هاب ما الناس عادي هاب ما كمبانية بعد هذه ما شيوخ ولا مليارديرية ولا هاللي عندهم شركات طيران الكبار يعني يملكون ناقلات نفط يملكون طيائير هذا أبوي يصلح لهم الفندق يعني لي على حلي يعني ما بمال ناس عادية كرم إنه ما ناس عادية هظني العشيري ما تطاح الفندق ولا شو رأيك أنت yes yes thank you يا رك الله مرة انتظار شو حلين كامل كل حق هذا فوق برجر هذا أهم محل برجر في العالم كل العالم اللي يجون هالبلد ضروري يجونه واللي ما يبوي هالمحل عبارة ما كأنه يا هالبلاد لازم اللي يا هالبلاد يتعنى حق البرجر مالهم مخصوص العالم هاي شو العالم كلها شو اللي خارج أكثر على اللي داخل أطول لاين بحياتي شفته مال محل مال برجر شو يقول لك في سر ما موجود عند حد ما حد اي هالمكان اللي يطلب منه ها. هذا اسم المحل ها بيرك برجر وهالعالم ها قابضه ادريب هذا يخبز ابوي والبرجر عداله حتى برجر مال غزال عندهم اكيد عاد هنا ما بطلب الا الشيء الغريب انت تراني ما كل مال كان غير بيغلب لي برجر مال غزال ما بيغلب لي ابوي بقول هذا مال برجر مال غزال وكان شيء حتى مال ضباع باكله اي نعم ما كل يوم هو هي اللي حق هالبلاد شوف الله عليك ابو شو هاك وين باني يا حافظ عليك هاك الرجال هذا الشيخ هذا شيء هالبلاد هناك ساكن فوق ما تريد العلم عند الله وكان اتوقع يعني اللي انا اباهن هذا علمت عليهن هذا مال لحمة الظهر مال العيل هذا اخير شيء زين برجر والثاني مال غزال ها ماشي احنا باقي شويه بنوصل ها داخل برجر
بغالي ترى وافت يعني. My number? 15 or 20 minutes. This number will come up on the screen now. Okay. And then just come over here again. Thank you. Thank you. Thank you. هذا أبو الرقم. يمكن 20 دقيقة. Okay. No, it's, I'm far away. أبوي هاك اللي أصور قبل شوية طلع أبوي ما ببيت الشيخ. هذا أبوي مال التلفريك اللي بساعة خبرتكم عنه. مال التلفريك. واللي يركبون فوق هذا بال يسمونه اللي تشطن وياك حد ويعفد بك مال باراشوت يعني لو انت مال باراشوت ومال تلفريك كل من هاك المكان. وانا تحريت والله قصر قبل او فندق طلع لا قصر ولا فندق اللي انا صورت اول بادي هو مال تلفريك. يعني المكان لو مكان يستاهل ويرزق ما بتلقطون امه لا اله الا الله أمة لا إله إلا الله فيه المكان يعني ما يليج في العقل يعني المكان وايد زين وخلق الله ما خلق فيه وأكيد إنه وايد زين لو ما بزين ما في يبيعون عنه في الكون كامل الكون كامل يبيعون عنه الكون حد أي مكان تدخل في الإنترنت تسجل وين أخير مكان همبرجر يعطيك الإشارة هذه المكان اللي أنت فيه ما في ريحة صهوار لين نروح نحن في كل مكان لا بلية ريحة صهوار أنا ما أروح ريحة الصهوار أكيد شيء فنان اللي العالم كلها تي أكيد إنه فنان 100% أقولكم اللي ناوي يجي هالبلاد ينبغي إنه يتقيد بقوانين مال الأكل تخيلوا يعني يحوط كلاب داخل بين العرب وأنت يوم بتنزل من الطيارة وين تفتيش الحين من تقبض الشناط يحوطن بالكلاب يدورون أي حد جايب لو حب الفساد لو برتقالة تفاحة هذا أي شيء في حبوب في فواكه في تراب جوتي ملبوس ويايبن في تراب ممنوع يدخل ظاهر من المزرعة وفي ريولك طين ولا شيات ممنوع تدخل يعني أي شيء عندك في لازم تخضع لقوانينهم اي شيء تسويه غلط يردونك بالطياره اللي جاي فيها ان قلت مثلا ما بيايب شيء ويلقطوا عندك صح على الفرد الوحده غرامه $400 والله كاتبين وحاطين قدام الشرطه اذا انك جايب صح وياك ولا جايب شو بقول لكم اي شيء فيه نواه ولا اي شيء فيه طعامه ولا قعامه ممنوع اي شيء فيه حبوب حبه شعير ما أدري شو يعني أكيد القانونهم في سر يعني أنا ما أعرفه يعني لو ما بدنا شيء عظيم ما سووها القوانين الرادعة شيء وايد كبير اللي مسوينا قانون لمحفدين والبيزات يا ويله اللي بيجي بيزات كاش ولا بيخبرهم يمرطونهن عنه لازم تقول كم جايب وياك والأخيار أنك ما تجيب كاش تجيب كاش أقل عن $10,000 ما فوق $10,000 قانونهم ما يسمح تدخل انزين وبيزات ابوي لازم تستعمل البطاقه الكريدت كارد اي نعم المهم انه يعني مشكله المواضيع هذه عندهم قانونهم تحترمون اللي يبي شفتوها انت بلادهم انا جاي وما بطعم الهمبرجر اللي العرب تصيح منه العالم الكره الارضيه كلها تصيح منه وما بطعم عاد انا ما في حاسيه لي هكذا لا والله عن الله أبو الرجيم على أبو الرجيم لا والله طلبت اثنين بعد وكل واحد يقول لك أبدا على هالمتن أنزين طلبت واحد مال الحمة غزال واحد الحمة ثور وحشي ما أدري شو قطعة الظهر سلسلة الظهر أغلى ما يكون وأمطع وألد على قولة اللي مكتوب عاد في هذا في المنيو مالهم واللي العالم كلها تصيح وحين المسجات 1000 مسجياني يقولوا لي انت اللي طلبته هذا اخير ما يكون الباقي كله زين يا غير هذا هو الاخير يعني يا خالد بن احمد تراك صبت الهدف انت يا خالد بن احمد يا ابو محمد تراك ابوي صبت الهدف شكرا للي عازروني في طلبي يقول لك يصيحون صياح هذا بالاخص عاد مال حبه الغزال اوه
يقول لك دواء دواء يبري 99 عله، يبري 99 عله، يعني هذا يبري 99 عله. الحمته الحمته الظبي مالهم يسمونها هبهني سعيد شيء شيء اسمه المرأة العادة وحلال بيكون عشان وايدين مسلمين صافين منها حريمة حجبات بعد ما روما صورها حب من الخليج يا غير متحجبات أكيد مسلمين بسم الله وبناكل والباقي وكل شيء على الله زين شيء تبون بس عليكم من يذهب من يوصل أكلي بصور لكم إياه والله شوف العالم ها خلق الله شوف بعدها العرب ها أقولكم يبري 99 علة قلنا باجي بس علة واحدة اللي هي علة الموت علة الموت أبويها رب العالمين ليش لها ولا كل شيء أبوي له سبب إلا الموت الموت خلاص كن فيكون يومك متى ياك بيك كانك أبوي في شرق ولا غرب في إيسلندا ولا إيرلندا ولا وين ما تكون يقول لك هي نعم يعني يبري 99 علة إلا علة الموت علة الموت هذا ما يبريها عاد اللي هي الحمد لله بالبرجر يلا برايكم شو هذا الرقم الحين 120 وأنا رقمي 122 يعني الحين غايته ما باقي لي واحد فوز ديتشو excuse me thank you excuse me كيف صغيروني أظن اللي تشكلوا فيه هذا العرب اللي يوكلوا عندهم مصورين بيكون لبشارة ظهر رغامير عد راسي يعورني من يوع والله يوع يوع وبرد متيامع ضربة يا الله هاي موقف يوع وبرد هذا هو يا رب البيت والحرام على ما تشوفون هذا ابوي برجر الغزال شو كم مكبره كم مكبره عود والله عن الله ابرد وهذا اللي مال العيل مال الحمث العيل الوحشي ما تقايد مال الظهر يلا عاد سامحوني ما برمر مشغول عنكم عاد العذر والسموح عن جناب سمعتوا اللي يقول لك توتب من الصراط هذا اليوم انا توتبت يعني ضليعات اعتدلن كل ضلع هنمونه كل إنسان ضلوعه أنا لا تدلى نحينا من كثر ما لا يمت البرجر الواحد أقولكم كبر رأس الياهل بخمس سنين البرجر الواحد كبر رأس الياهل بخمس سنين يعني ما بشيء بسيط حنينا مكتب مال ينظم رحلات فبتسوي الحج مال باكر بتشلنا هليكوبتر ما أدري بتودينا شو من البلاد ما ظني مال باكر ورا بكرة بتشلنا الهليكوبتر اليوم بيودونا بكرة بيودونا مكان ما أدري شو يعني ما أتذكر شو قالوا عني غير ما يحضرني حاليا الحين هم يسوون الحجوزات وأنا أطمش يعني كل زين وكل فنان وكل غاوي رحلات وين ما تبى ها كل عروض وايدة العروض وايدة كل شيء ها كل هالعروض موجودة وين ما تبى تختار يميع الشركات ويميع مشينا مكان مال لوات وتيس عايش على أعصابك بيقصون علي ولا لا 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 كله مقنن من الحكومة وآلاف مؤلفة يجون من كل مكان ها. ها. ها.
سوينا بويه برنامجين، برنامج حق بكرة وبرنامج حق ورا بكرة، من الصبح لين المغرب. هيلة بيس ركضت الوحدة. شيء طبيعي الأخبار بتيكم عاد باكر. أثناء اليوم من نبتدي يومي، بخبركم عاد ساير بقعة الفلانية والبقعة الفلانية، ونحن نمشي. هبني يعني بخبركم يعني قبل حشر بعشر، لا لكن بسير بقعة بسافر مكان بخبركم. الحين الرحلات اليومية بخبركم بها أول بأول، يعني يوم بيبتدي النهار. اليوم هذا مال المطار ومال البرجر ومال حذربان الطيارة، هذا بس عليكم. وإن شاء الله خلاف باكر من أصبح الضحى العالي، ما يدري الساعة كم بتكون عندكم أنتم. أنتم تدرون نحن عندنا الساعة كم الحين؟ نحن الساعة 8 الحين في الليل. أظني عندكم أنتم الساعة 12 كمها. بيننا وبينكم تقريبا 8 ساعات. نحن عقب وأنتم قبل. أنتم يوم عندكم 8 الصبح، نحن كانها 4 العصر أظني. أتوقع 8 9 10 11. إي 4 العصر. يوم أنتم 8 الصبح نحن 4 العصر. وين كنا تونا جولد كوست؟ يوم انتم عندكم 8 الصبح نحن عندنا الساعة 2 الظهر كنا. الحين زدنا ساعتين بعد فوق عن الست القبليات. يلا بنامس وياكم خلاص. يلا مع السلامة. يمان الله. سيرة بكرة جدول فل لين عينه. زين. سيرة بكرة الجدول فل. وما نصبرين نمسي بنصير ما أدري وين وما أدري وين وما أدري وين نسير. وورا باكر بنصير عادة هاي الرحلة العودة الرئيسية اللي بالهليكوبتر 5 ساعات ما أدري كم ساعة، بنتلي الدنيا كلها ما أدري وين. بيسون مكان فيه ثلج وبيودونا مكان ثقب فيه لنج ويحوط بكم ما أدري كم مكان، يعني أمور تعيز تعيز عنها. نعم أشياء وايد يعني اللي بنسويها إذا الله جعلنا من الحين. وبس بس عاد عليكم عشان تبون الصدق ويستمر رمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاو ار يو؟ مرحبا بك. مرحبا مرحبا سيهوك. الحين نمشي ظهرنا من مطعم مال برجر وخطفنا على المحل مال يسمونه مال الشركة مال الطيران، هذا طيران مال حجوزات مال اللي يسوي الرحلات. وحين لقطنا شارع فيه طولاني نزلك ما ادري شو هذا، نزلك على المولات ولا البحيرات ما ادري شو قدامنا عاده. هم قالوا قبل شوي البحيرات ما ادري شو، غير ما ركزت. يعني هذا ها المكان اللي كنا فيها ورايها. هو يتوع فدولي هاي علي لما خيرهم. اقول لكم ناس فنانين. فنانين ما حد خير عنهم هالبلاد، هالابتسامة وهالضحك. وشو تبنت يا البنادم؟ انزن زانت لك العرب، وانشنت والله ينهشونك نهاش البلاء. هنا عمتي لسه تباغ مع الوالد وتعتزي والتعزوة، منو بيسوي لك سالفة؟ والله ما حد يسوي لك كبرة بخت. ناس ابوي تبع طيب وتبع السوالف كيكينات نفس هالممر اللي مشينا فيه الحين. ها وهناك هاي شتيكم هناك مارينا، مارينا كاملة، مارينا طراريدها ودنياها على البحر. وانت سار كله الا مطاعم وكافيهات وخلق الله ما خلق. مكان رابش رابش يعني يستاهل من يسير ويجي ويعني له. يا غير هذه المشكلة البعد، البعد البعد بعيد 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 يعني لفت يسيده. طرنشيب واحد ما يستوي. بتي يعني اول بعد تخف البلاد الفلانيه وعقب البلاد العلانيه، وانت تمشي وانت تمشي لين توصل هالبلاد. يا غير يا حاط ما شاء الله شوف السياره هاي. الجماعه ابوي دخلوا مكان مال اسكريم واستوت عاد الخيانه العظمى اني انا بروم اقاوم. ها شوف شيء يعني تحرى البانه ايس كريم وتحرى البانه شيء يعني لا صار ولا استوى ما زين وما لذ. بيني وبينكم مار متقاوم لا حول ولا قوه. الله يسامحني ان شاء الله. الله يسامحني. ها ما في مار اني بروب حرم عمري هذا عادي. لا خلاص اليوم بس
ودي وحده ما تضيع على ما قالب، ودي وحده ما تضيع اليوم بس مره وده بكل يوم انا اليوم بس. يا الله يا رب سامحني يا الله يا رب. الجرام بخل شو بسوي عادي والله لا حيل هلعت قاعدين ابوي اللي بيتشرهون علي لك خالص ان عدت لكون انا مضالين بس اليوم سامحوني اليوم اليوم بس ثاني مره ما بعودها بس اليوم. شو يعني انا ابوه شيء جنه وشيء نار شيء ربنا غفار. يلا يوم بعد وليت كفر اثنين برجر واحد مال حمد ثور وحشي واحد مال حمد ضبي وكل واحد كبر راسها صغيرونه ويا بايس كريم. يعني شو بقولكم اتيام اتيمعت الدنيا لكن رب العالمين ان شاء الله بيسامحني. يا الله يا رب انك تخفف علي وطعت هالكالوريز. زين شو بسوي عاد اليوم ما بضاري انا والله متى انا محافظ الحينه يمكن من شهر شهر وشي. يعني ودي وحده ما ينكر حال. يلا thank you very much I take picture for you is okay thank you it was your ice cream very good thank you very much. يا ربي هذاك وين توني كنت يوم اصبر لكم. ها شو هذا بحرهم هذا البحر هذا كله شط كله محلو كله نهر كلها اللي تشوفونه مطاعم مطاعم وكافيهات مطاعم وكافيهات وانت تمشي وانت تمشي وانت تمشي على طول هالطريق. والله العظيم اني ربسكم اذني تيبست واصبوعي ها شو ايش راح ديات بسم الله الرحمن الرحيم غير كربه راح ديات الاسبوع. والله يكفي تحرق كربه كربه فحال بعد وخاشبي يا ابدا ها قال ابدا بسم الله طماطاه متيبس الخشم عاد متيبس خل الخشم ما انسى مره يبس بون بارد وعقب البرود وصل الى مرحله الحين ميت ما انسى لو بيستوي ليستوي والله ولا انسى واسبوع الحين هلا قاضي فيها الكنديشن الكنديشن شو اسمه التليفون. يا الله شو غادي الاوضاع شوف اللون البنفسجي كما زينه شو ما زين اللون شيء غاوي اللون هذا شيء جميل وين ما تصير الفرد اللي مسوي سواياه. عاد الحين ابتدى تأنيب الضمير تأنيب الضمير من عقب الايس كريم تأنيب الضمير. تدرون وين دخلت انا الحين؟ دخلت سوبر ماركت دنيا خاري موت كأنك جالس في فريزر. نعم والله اني ابوك ودرت دخل ابو هالمحل سوبر ماركت مخبز وكان دافي المكان شفت ثلجت والله والله اني ثلجت من البلد. زين شي خبر لو علم الفور بتيوني بتيوني فور You'll go with the us tomorrow, صح؟ Tomorrow and after tomorrow. Helicopter. Yeah. Yeah. We'll be happy with that. Yeah, I'm happy already. Thank you very much. شوف بالله عليكم. كل هالعرب ويتريد. حسي بكم. Have one minute. What's your name? Food. Yeah. Good night. Good night. Thank you to thank be you. With us. No, and thank you. Thank you for everything. You are one of the best guy I saw him in this country. Thank you. Yalla, see you tomorrow. See you tomorrow. 11 o'clock, inshallah. Yeah. يا البرد. والله العظيم ينها يمت. يمت الوحدة. والله يا براطم يا قاديات تحراهن تيوبات. خشمي هذا ها دقمه غادي. يا سلام سلم حشي يا ابو هذا مو سمع عندهم عاد الحين زين. يا ربي مدفع المكان دفوا لي في الدنيا كلها.
I said to my followers, maybe I'm dreaming in this place and I'm worried maybe somebody will wake me up. What do you think? I'm dreaming? I think, yeah, nice paradise. Hey, wallah. Subhanallah. Very good place. Thank you. Very, very good. Yeah, not only good, good too. Thank you for everything. You're welcome. المكان خفيف على الكب والمكان يصلح حق شو تي وحده هي وبناته ومياته وتازم هي تسكن عاده في في المكان الرئيسي ويازم المكان هذا يعيد يظهرون على الخدمه الرجاليه يخلون بس نسائيه وتازم الدنيا ابويا ساير وياي وضحك وسوالف والبنيات والهريم وعندك ودونك يا سلام يا سلام وهالجو الغاوي والله اللي يبعد كل عوق كل عوق يصير مصير يومين على هالجو الغاوي وهالنهر الفنان وهالناس البشوشة يعني ترتيبهم كله فنان وكله غاوي لازم تجيبوا طبابخكم وياكم عادة يوم بتون تجرون حتى المطبخ الرئيسي وياسم الطباخ والنفاخ والعلم والخبر هروح راحة نفسية المكان خفيف يطرد العواق ويطرد الاكتئاب ويطرد الضيج ويشرح الخاطر كان ضروري يكون مجموعة مرحبا قبله how are you I'm good good nice to meet you nice to meet you thank you يا رب الله قبله نملوه حبيت قبله قبله ربيعته نملوه أضعف وأطول هاي قبله هنتين خبوات قبله نملوه هاي مبتاعات عاد موي حليل هم كم من سنة شارنهن واحد من روس ليبال من مليادي وياذهن وباحن في البر هذا اللي عندهم والله الحمد لله يعني أمورهم طيبة استوالهن سؤالهم يعني الشغل زين تمني اشتغلن وتعلمن انجليزي يعني خير عن ياسد الاول بعيد خير بيكون مكان وايد فنان يعني لو برمس من اليوم لين 15 يوم قبلو هلو I will take video with you please okay nice to meet you nice to meet you all my followers they happy when they see you they see the she you are smiling girl thank you very much. You're welcome. You happy here? Yeah, I'm happy. Very happy? I'm happy. Alhamdulillah. Thank you. يا حبيبة. يلا بس عاد عليكم. حد من العرب يقول لي والله أول مرة أشوفك تاكل برجر. أبوي أنا ما أكلت برجر تدرون من متى؟ أظني من 18 سنة 19 سنة يمكن 20 بعد من أيام ومبي من أيام ومبي أنا ما أكلت برجر آخر شيء ما أكل في ومبي يوم كان اسمه ومبي عقب خلفوه همبرجر أو الأسامي هالي خلفوهن الأول أكلت يوم هو اسمه ومبي ومن عدها لين اليوم ما أكل اليوم أكلت من كثر ما حشرون عليه في العالم كله يرمس عنه والله يعني لو أكلت اثنين بعد شفتوهن والله كل واحد كبر راسي الله يسامحني يلا بس عاد تصبحون على خير